بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهارده إن شاء الله عز وجل بنكمل شرحنا لكتاب لمعة الاعتقاد، واللي أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا اخترته لأنه كتاب يعني شرحه بسيط، كتاب صغير في مبادئ عامة للشخص اللي أول مرة يتعلم علم العقيدة يعني. النهارده إن شاء الله عز وجل ميعادنا مع حاجة بتعمل مشاكل كبيرة جدا بين الناس، وهي فكرة السنة والبدعة. من أكتر الحاجات دايما تلاقيها منتشرة: يا أخي ما تعملش كده، ده بدعة. يا عم بدعة إيه؟ وإحنا بنعمل حاجة، ده إحنا بنعمل حاجة تقربنا لربنا. ما هو لا، ما ينفعش. لا ينفع. لا حرام. لا حلال. من أكتر المشكلة، الحاجات اللي بتعمل مشكلة بين الناس، موضوع البدع ده. يعني زي ما كنت بقول للشيخ محمد، بقول له في أمور في علم العقيدة مفيش فيها خلاف. يعني لو جينا سألنا أي واحد سؤال، مثلا ربنا سبحانه وتعالى فين؟ حلو، في السماء. كلنا هنقول كده. جينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا ما ماتش؟ كله هيقول مات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحي ولا ما جاءوش؟ كله هيقول جاء. ففي امور في العقيده مفيش فيها مشكله، كل الناس متفقه فيها. انما في امور هي اللي بتحصل فيها المشكله دي، بيحصل فيها الخلط ده، وبتبقى الناس مش قادره تفهم ايه المشكله. يعني ان احنا عملنا كذا، ويعني ايه بدعه، وبدعه دي وانتوا كل حاجه تقولوا عليها بدعه، قصه كده كبيره يعني. فالنهارده باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نحاول نوضح القصه دي. هو ايه بقى موضوع البدعه، وايه السنه، ومثلا طب انا بعمل ميكروفون في الجامع، ده ايه الغلط اللي فيه؟ نقول لا ده مش بدعه، ليه؟ انت مش بتقول حاجه جديده. قصه كده هنحاول ان شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم فيها. اللي حابب يتابعنا من الكتاب ان شاء الله احنا هنبدا من صفحه 39، تمام، باب الترغيب في السنه والتحذير من البدعه. في البدايه احنا مامورين ان احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر: وما أتاكم رسول فخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمركم إن أنتم تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فروح للنبي صلى الله عليه وسلم نسأله: يا رسول الله أنت بتقول إيه؟ لأن ربنا أمرنا نسمع كلامك. فقال: بيأمركم ان انتوا تسمعوا كلامي وكلام الخلفاء الراشدين، وتسمعوا الكلام ده وتعضوا عليه بالنواجذ، يعني تمسكوا على ده. خلاص ده اكتر حاجه تمسكوا عليها، وما تحاولوش بقى ان انتوا تزيدوا عن الموضوع ده. طيب جينا في البدايه قلنا: طيب يا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بسنتي، هو يعني ايه بقى السنه اصلا؟ السنه بصفه عامه معناها الطريقه. يعني يقول لك مثلا فلان والله سنته في المهنه دي ان هو بيبدا بكذا وبعدها بيبدا بكذا، اللي هو طريقه اداء المهنه دي. فيبقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو طريقه فعله للعباده لله سبحانه وتعالى. يعني لما نسال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فتبقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. حتى عشان كده دايما الناس بيختلط عليه يقول لك صلاه السنه، يقول لهم لا مش صلاه السنه، لهم صلاه النافله. انما السنه هي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. اما نقول مثلا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ربه، فيبقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ربه، اللي هي طريقه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني طريقه تعامله مع زوجاته. فيبقى هنا فكره سنه اللي هي كيف، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الفعل ده، او ازاي بيقول القول ده، او ايه بيامر هنا، او مكان في المعركه كان بيقول ايه. فدي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يامرك ان انت ما تتبعش الا اللي هو قاله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فهو ده اللي نمسك عليه. طيب جه حد بعد كده والله ناخد كلامه، اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، خلاص تمام مفيش مشكله. اختلف، لا بنرفضه ونتركه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خدوا ده وعضوا عليه بالنواجذ. عارف حضرتك اما ايه، اما تبقى بتقطع مثلا حته لحمه كده، فبتقوم جايبها في اسنانك من ورا كده اللي هو بنقول عليها الضرس، وبتضغط جامد عشان تشدها تقطعها. فالضغطه الجامده دي انت بتحاول تخليها ما تتحركش من مكانها عشان تقدر تقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف بقى، انا عايزك تمسك في دي بالمنظر ده. تخيل ما اقول لك حط حاجه تحت ضرسك كده عشان اقطعها، انا بقول لك ثبتها على قد ما تقدر عشان تتقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا عايزك تمسك في دي بالطريقه دي. فيجي حد يقول اي كلمه، مع كامل احترامي وتقديري للجميع، والله ثانيه واحده احنا ناخد كلامك ونوديه للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ونشوف انت بتقول ايه في الموضوع ده وهم بيقولوا ايه. طلع كلام متوافق، خلاص على راس من فوق. طلع كلام مختلف،
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى ده اسمه حاجة محدثة، انت عملت حاجة جديدة غير اللي احنا عملناه، والحاجة الجديدة دي هي في النار. فخلاص يبقى الموضوع منتهي. يبقى احنا لما بنقول لك اولا كبداية ان اترك البدعة، احنا مش بنقول لك حاجة من دماغنا او كده، لا بنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. جينا بعد كده، طيب يعني ايه البدعة بقى؟ لسه احنا بنقول البدعة، البدعة معناها الحاجة الجديدة. يعني بيقول لك فلان بيعمل الموضوع ده بإبداع كبير. إبداع يعني معناه بيعملها أحسن من الناس اللي موجودة، اللي هو عمل طريقة مختلفة عن كل الناس اللي موجودة. فيبقى فكرة الإبداع ده أو البدعة معناها إنه بيعمل حاجة جديدة، وده اللي إحنا بنقوله بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا بيصلي بطريقة، فجه شخص يصلي بطريقة جديدة فعمل بدعة. طيب هنيجي بعد كده أشهر بقى حاجة بتتقال، طيب لو انتوا خدتوا المنطق ده، طب ما احنا عندنا حاجات كتير بنعملها والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعملها، هل دي تبقى بدعة؟ يقول له طيب زي ايه؟ يقول لك مثلا زي الميكروفون في المسجد، زي الإضاءة، زي المسجد مبني من طوب وأسمنت، زي المكان اللي بيعمل ملابس وغيره وغيره. يقول لك كل ده ما كانش موجود على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ده بدعة. احنا بقى انت لسه بتقول وقتي احنا بنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نشوفه عمل ولا ما عملش. فبنرجع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في ميكروفون؟ لا. هل كان في طوب؟ لا. يقول لك يبقى خلاص بدعه. نقول لا، انت ما خدتش بالك من حاجه. احنا عندنا حاجه اسمها الوسائل. ايه الوسائل دي؟ الوسائل دي اللي هي معناها ان في اساس النبي صلى الله عليه وسلم حاطه، اللي هو فكره ايه؟ فكره الصلاه بملابس تكون مغطيه العوره. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ نعمله بان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس بتخيط الملابس، واحد خياط. جه الوضع اتطور شويه، بقى في مكان بتاع قماش. الوضع هيتطور اكتر، بقى في محلات بتبيع ملابس جاهزه. فيبقى كله نفس الفكره، هي وسيله عشان نعمل نفس الفعل. انما بقى لما انا لبست الهدوم دي، هل انا صليت بقى صلاه تانيه؟ لا، ما حصلش. طيب انا بصلي مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وراه وليكن 200 واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله اكبر، فال 200 واحد سامعين. طيب دلوقتي انا بصلي مثلا العيد وبيصلي ورايا 10,000 واحد، فانا جبت ميكروفون عشان ال 10,000 يسمعوني، فجبت وسيله عشان الناس تسمعني. ولكن بعد ما جبت الوسيله عملت ايه؟ صليت العيد زي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصلي. يبقى الحاجات دي كلها بتسمى وسائل، لان هي ما بتدخلش في اصل العباده. يعني انا لما جبت اي وسيله من الوسائل دي، لا غيرت في احكام الصلاه ولا هيئتها ولا طريقتها ولا زودت فيها حاجه ولا قللت حاجه ولا عملت اي حاجه، فدي بتسمى الوسائل. فيبقى فكره الوسائل دي كلها ان احنا بنستخدمها، وبعد كده نشوف لو اثرت على العباده نقول ثانيه واحده ما ينفعش الوسيله دي، لان الوسيله دي ما تنفعش، لان هي هتحصل مشكله في استخدامها في العباده. هتقول لي مثلا زي ايه؟ اقول لك زي حاجات كتير، زي مثلا عندنا وليكن موبايلات مثلا، فاقول لك انت والله هتيجي وانت بتصلي هتطلع الموبايل وانت مثلا مش عامل صوم مثلا على سبيل المثال، فالموبايل ممكن يرن وانت امام المسجد، ده بيعمل تشويش للمصلين. فاقول لك لا معلش، لو انت هتعمل كده بالموبايل في الوقت ده الموبايل ما ينفعش. طب لو انا هحطه في جيبي والتليفون مقفول مفيش مشكله، لو انا واخده معايا عشان بحفظ منه القران مفيش مشكله. يبقى انا بقى فكره باخد الوسيله وبعدين بشوف تأثير الوسيلة دي على الفعل، على العبادة. محصلش تأثير يبقى مفيش أي مشكلة، عندي عربية، عندي ميكروفون، عندي موبايل، مفيش أي مشكلة. أثرت على العبادة نقول لك لأ، دي كده اسمها بدعة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا فكرة البدعة في العبادة، اللي هو بقى إحنا قلنا إن هو يعمل عبادة عكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، أو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعملها أصلا. يعني بيعمل حاجتين، يا إما عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها فيغير فيها، او ان هو اصلا يالف عباده جديده. طيب ازاي الكلام ده؟ اقول لحضرتك احنا مثلا وليكن عندنا الاذان، فالاذان بنقول فيه اشهد ان محمد رسول الله. في بعض المساجد تقول ايه؟ اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اشهد ان حبيبنا محمد رسول الله. فهو كده عمل العباده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، عباده الاذان، ولكن غير فيها. فنقول له هنا انت عملت ايه؟ انت عملت بدعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اعمل العباده زي ما انا عملتها بالظبط، فاللي انت عملته ان انت غيرت فيها. نقول لك خلاص طالما غيرت فيها نرجع للمبدا الاولاني خالص اللي احنا قلناه، اللي هو ايه؟
اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اي حاجه تجي لك ارجع اعرضها عليا وعلى الخلفاء الراشدين، لقيت كلامهم كلامك ده زيهم خلاص تمام، لقيته مختلف نقول لك لا عفوا ما ينفعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ده اللي هناخده. طيب عندنا بقى نوع تاني اللي هو بيألف عبادة، عبادة بقى ما كانتش موجودة بيعملها جديدة، لعل منها مثلا بالذات عبادات الزواج. تلاقي بعض الناس كده يقول لك ايه العبادة دي لو عملتها البنت يجي لها عريس، لو عملت ما اعرفش ايه. مثلا على سبيل المثال مثلا فكرة الزواج بالشرح، دي من الحاجات المنتشرة يعني في بعض القرى، ما اعرفش حد سمعنا ولا لا. يقولوا إن البنت لو قرأت سورة الشرح 33 مرة، وبعدها صلت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وبعدها قامت ركعت ركعتين لله سبحانه وتعالى، وبعدين قامت 33 مرة وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وبعدين ركعتين، وبعدين 33 مرة، وبعدين ركعتين، وبعدين دعت اللهم اشرح لي صدور أبناء آدم وحواء. فيقول اللي بيعمل كده ربنا بيرزقها بعريس، والتاني اللهم اشرح لي صدور بنات ادم وحواء فربنا يرزقه عروسه. دي من الحاجات المنتشره. نقول له طيب كلام جميل، ناخد الكلام ده ونرجع بيه للنبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ما حصلش. هل الصحابه قالوا كده؟ ما حصلش. التابعين قالوا كده؟ الخلفاء الراشدين قبلهم القران الكريم؟ مش اي حاجه حصلت. يبقى نقول له ده ايه؟ ده بدعه. يقول لك بس مش عارف. اقول له الموضوع سهل، احنا بنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب طلع علينا حد تاني قال يا جماعة والله طيب في حاجة اسمها الأذكار المجربة أو الأوراد المجربة. قال له إيه يا سيدي الأوراد المجربة دي؟ يقول والله ده حاجة تتقال دعاء ورد أيا كان، في حد عمله جربه ولقى النتيجة دي فبيقول لنا اعملوه. فقلنا له إزاي؟ قال والله الشيخ فلان الفلاني قرأ مثلا سورة كذا 20 مرة فحصل له كذا، الشيخ فلان الفلاني دعا في الوقت الفلاني حصل كذا. هيقول لك مثلا والله واحد كانت زوجته يعني ما حملتش بقى لها 5 سنين، متجوز بقى له 5 سنين وربنا ما رزقوش باولاد. فراح عمل تحليل، وبعد ما عمل التحليل كان مسافر اسكندريه، وطول الطريق قاعد يقول يا رب ارزقني بولد يكون مهدي، يا رب ارزقني بولد يكون مهدي. فقام من مركز التحليل اتصل بيه، السلام عليكم فلان الفلاني، الف مبروك مرضك حامل. فيجي يقول لك ايه اللي عايز مراته تحمل يعمل ايه؟ يروح يعمل تحليل وبعدين يطلع يسافر على طريق اسكندريه ويقول يا رب ارزقني بولد مهدي هيقوم ربنا يرزقه. يقول له انت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ده ورد مجرب، فلان عمل وجربه وحصلت النتيجه دي. هنقول له ماشي هو حصل معاه قدرا كده، انما هل في نص بيقول ان اللي يعمل كذا 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 يحصل كذا؟ مفيش. يبقى هي حصل ايه؟ هو جربها جت معاه، انما الاصل هل كل اللي كانوا على الطريق يومها ودعوا دعاء مستجاب؟ يعني الراجل ماشي على طريق اسكندريه ده في 100 عربيه ماشيه غيره وفي ناس بتدعي، هل كل اللي ماشيين على العربيه ربنا استجاب لهم على الطريق اقصد؟ ده ما حصلش. يبقى هي صدفت معاك كده ولكن ده مش نص شرعي. فما يجيش كل واحد بيقول والله انا عايز ربنا يرزقني يا اولاد اعمل 1 2 3. لعل دي مثلا حصلت معايا مره هنا في البيت، كنت لسه عيل صغير يعني. فعندنا الفيوز بتاع الكهرباء فجاه فصل عندنا في البيت والنور قطع في الشارع كله. فانا عيل صغير بقى، فركبت في دماغي ان الشارع كله بينور من عندنا البيت. وهو يقول لي يا ابني لا البيت عندنا بينور والفيوز ده هو حصل كذا كذا. قلت له يا ابو ده هو ساعه ما نزل الشارع كله ظلم. خلاص بقى قفلت معايا انا وعيل بقى. فهو عشان يقنعني قال لي طب تعالى يا عبد الرحمن، قال لي افتح الفيوز كده ارفعه. رفعته قال لي اطلع بص على الشارع، لقيت الشارع لسه مظلم. فاقتنعت. فهي ايه اللي خلاني اقتنعت؟ لان شفت بعيني. لو ما كانش يعني القصه دي حصلت كان زماني مقتنع لحد النهارده ان الشارع بتاعنا كله انا اللي بنوره وانا اللي بطفيه. فهو اللي بيحصل كده. فاقول لك الاوراد المجربه هي حصلت مع واحد، انما بنرجع بيها للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هل اللي يعمل كذا 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 ربنا هيرزقه بالاولاد؟ والله لقينا الكلام ده موجود على راسنا من فوق، مش اي مشكله، مش موجود بنرده. ولعل دي كان الموضوع انتشر قوي لو الناس كانت تفتكر اسامه الازهري لما كان قاعد يقول الشيخ بتاعنا بيقول لك انت سبح 50 مره وانت استغفر 30 مره وانت ما اعرفش ايه، وكان كل ما حد يساله يا شيخ اسامه يقول لك اصل ده ورد مجرب، اصل ده ورد مجرب، كان كلمه على طول معروفه فكره ورد مجرب. طيب جينا بعد كده شفنا اقوال بعض الصحابه رضوان الله عليهم، زي سيدنا عبد الله بن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. يعني ايه الكلام ده؟
يعني بيقول انت مش محتاج تعمل عبادة جديدة او تغير في عبادة، لان انت كفيت كل شيء في الدين، انت عرفت كل حاجة. طيب ليه الكلام ده؟ ببساطة لان انت دلوقتي انت وقعت في مشكلة لازم تلاقي الحل. ايه المشكلة؟ المشكلة انت دلوقتي عملت عبادة جديدة، فبنقول لك طيب ثانية واحدة، العبادة دي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها؟ يعني كان يعلم ان في عبادة اسمها كذا كذا؟ وفي صوت ولا صوت واضح؟ تمام، الصوت كده رجع ان شاء الله بشمهندس. تمام. فهو وقع في مشكلة ان هو بنقول له دلوقتي انت عملت عبادة جديدة، فبنسأله العبادة دي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ولا ما يعلمهاش؟ فعنده اختيار من اثنين، يا اما يعلمها يا اما ما يعلمهاش. طيب ان قلنا ان هو يعلمها، طيب يعلمها ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغهاش لاصحابه؟ يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتمش الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع قال ربنا أوحى له قد أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص ربنا قال إن هو النعمة اللي هو الإسلام تم النهاردة، يبقى الموضوع خلص. فمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معلومة وما بلغناش بيها، يبقى معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أداء الرسالة، ده هو عنده معلومة ما قالهاش. طيب كان عنده المعلومة وعارفها وما قالهاش، اقول لك طب عملها؟ تقول لي لا، ما وردش اي حاجه تقول ان هو عملها. فاقول لك طب يعني هو كمان النبي صلى الله عليه وسلم عرف عباده من العبادات اللي ربنا امر بيها وما عملهاش، طب كده معناها ايه؟ معناها ان انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرضنا الاسلام مثلا امر ب 100 عباده، النبي صلى الله عليه وسلم عمل 99 وانت عملت 100، فانت كده افضل عند الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عقيدتنا كمسلمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره انا سيد ولد ادم ولا فخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا افضل البشر. فلما انت تقول لا احنا افضل منه، خلاص انت بتكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وده الف ب الاسلام اللي بيكذب القران او النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كافر. هتقول لي لا ما كانش يعرف. طيب ما كانش يعرف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيجي له وحي وما يعرفش؟ يعني هل انت بتعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش؟ طب ازاي؟ يبقى معنى كده برضه ان انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان ربنا اعطاك من العلم ما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت هنا محتاج تقول لنا هل انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندك علم مش موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا كده يا كده. فتقول لي لا الموضوع مش كده، الموضوع والله ان انا بجتهد في عباده وبعمل وبعمل. اقول لك جميل اجتهد، ولكن احنا عندنا كل العبادات مقيده بالنصوص. الاصل في العباده حاجه اسمها توقيفيه، يعني هي نزلت ووقفت على الصوره دي، لا ينفع نزود فيها ونقلل ونغير ونعمل اي حاجه. فتيجي تقول لي والله انا بقى هعمل كذا، اقول لك ما ينفعش، لان انت كده لازم تجاوبني على السؤال ده، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، طب ما قالش ليه؟ ما يعلمش، طب انت ازاي تعلم حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش؟ ما لهاش حل تاني. فجينا بعد كده، عشان كده بقى سيدنا عبد الله بن عمر قال قد كفيتم، خلاص انتم مش محتاجين اصلا تسالوا تاني، انتوا كل المعلومات وصلت ليكم. جينا بعد كده برضو من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الخلفاء أقصد سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، جاله برضو أحد المعتزلة، وهيجي لنا إن شاء الله في وسط الكلام هنقول يعني إيه معتزلة وموضوعهم إيه وكده. فكان برضو بيتكلم في نقطة زي كده، بيقول إن إحنا في أمور اللي هي موضوع الكشف اللي قلناه المرة اللي فاتت، في امور احنا بنعملها عشان كذا وكذا وكذا لان حصل لنا فيها كشف فعرفنا 1 2 3. فسيدنا عمر بن عبد العزيز دعا احد علماء المسلمين، تعالى قال له تعالى في واحد والله بيقول كذا كذا كذا. فالراجل برضو بمنتهى البساطه ساله نفس الاسئله، قال له اللي جالك ده هل كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعلمه؟ فقال له ان قلت يعلمه ولم يبلغه فقد انكرت امانته، وان لم يكن يعلمه فقد انكرت وحيه. خلاص مفيش حل من اثنين، يعني انت بتنكر ان هو بيجي الوحي، يا بتقول بيجي الوحي بس ما بيبلغش، وفي الحالتين انت كده بتنكر النبي صلى الله عليه وسلم وبتنكر رسالته. فقال له انت بين هذين والاثنين على ضلال. فطلع سيدنا عمر بن عبد العزيز قال القوه في الخارج ولا يدخل عليه، الراجل ده ترموه بره وما يدخلش الجلسه بتاعتي مره ثانيه. جينا بعد كده
في بقى اقوال كتير يعني خاصه بالامر بالسنه وكده، بس احنا عشان يعني الوقت ميبقاش طويل فبناخد بس ايه نقطه. جينا بعد كده احنا ليه بقى اصلا فتحنا الموضوع ده؟ الموضوع ده كان السبب الرئيسي فيه اللي خلاه اتفتح هو فكره المعطله او المؤولين اللي احنا اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت، اللي هم ايه؟ اللي هم الناس اما بيعطلوا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو فعل من أفعال الله أو بيأولوها لمعنى تاني، فبيكون نتيجة الحاجة دي إن هم بيعملوا عبادة جديدة. فبدأنا الأول بنقول لهم يا جماعة خدوا بالكم، ما ينفعش تعملوا عبادة جديدة. فابتدوا يقولوا لا يا جماعة إحنا ما بنعملش عبادة جديدة، المشكلة إن أنتم مش فاهمين أصلا الأمر ده معناه إيه. فابتدوا يعملوا اللي هو إيه، يؤولوا، يقولوا لا الآية كذا بس هي لها معنى تاني. فبدأنا نجيب بعض الآيات الخاصة بصفات ربنا سبحانه وتعالى، فابتدوا نتكلم على كل آية وردت في القرآن الكريم وثابتة، خلاص احنا مؤمنين ان القرآن وحي وثابت من الله عز وجل. ففي البداية ربنا عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمسلمين قالوا يبقى الآية بتثبت ان لله عز وجل وجه، فهم يقولوا لا مفيش وجه ولا حاجة، ده هو المقصود بيها ان هو له هيبة، يقول لك فلان وجيه عند العرب. نقول له طيب احنا ما عندناش مشكله، بس احنا متفقين كمسلمين كان ده قلنا المره اللي فاتت ان احنا بنؤمن بظاهر النص الى ان ياتيني نص يصرفني عنه. يعني انا دلوقتي ولا المثل الاعلى مثلا بقول انا عبد الرحمن انا راكب عربيه، الطبيعي اللي هيجي في مخيله كل الناس ان عبد الرحمن راكب عربيه هي العربيه اللي احنا نعرفها، لحد ما هيجي واحد يقول والله لا ده هو قصده العربيه اللي هي بتاعت ملاعب الجولف. فلحد ما يجي لك واحد يقول لك المعلومه دي انت الاصل هو اللي في دماغك العربيه اللي هي العاديه اللي كنا بنركبها الاربع عجلات، فيبقى انت لازم يجي لك حاجه تصرفك عن المعنى الظاهر. المعنى الظاهر ويبقى وجه ربك، الايه بتقول وجه ربك، ايه اللي خلانا نحول الوجه ده لهيبه؟ لازم يجي لي حاجه تصرف المعنى ده، يجي لي ايه، يجي لي حديث، يجي لي اي حاجه من دماغي ما ينفعش. وده اللي ذكرناه المره اللي فاتت، قلنا لو احنا خدنا الموضوع بالطريقه دي يبقى مش هيبقى في دين، لان انت هتاخده بدماغك. طب ما انا بدماغي ممكن اخد الوجه ده بمعنى تاني وده معنى تالت وده معنى رابع، خلاص فين الدين بقى؟ مفيش دين. ويبقى بناء عليه هيحصل تعطيل لامور كتير، زي مثلا ان ربنا عز وجل هياتي يوم القيامه يكلمنا بلا ترجمان. فلما انت تقول ان ربنا ليس له وجه فانكرت ان احنا هنتحاسب يوم القيامه، فبناء عليه انت رتبت ترتيبه كارثه، خلاص انا مش هتحاسب، طب انا اعبد ربنا ليه؟ مش كده كده مش حساب. فيبقى انا بعمل كده عشان انا اضل، ولكن انا عايز اضل بشكل شيك ان ما يتقالش ان انا وحش او كافر. لا ده انا بضل لان اصلا الكلام ده غلط، انتوا فاهمين غلط. فنقول له احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه، بس هات لنا ما يصرف المعنى الاصلي للمعنى التاني. جينا بعد كده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك لن تنفق نفقه أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فجينا بنقول للمؤولين طيب ممكن يا جماعة تفسروا لنا الحديث ده، يعني هل ينفع نقول إن إحنا لا ننفق نفقة نبتغي بها هيبة الله؟ هل المعنى ده يمشي؟ ما يمشيش. يبقى إذا ده ما يمشيش، يقول لك طب استنى نجيب لك معنى تاني. لا مش معنى تاني، إحنا كده بنلعب بقى، مش حاجة اسمها معنى تاني ومعنى تالت. يبقى إحنا مطالبين إن إحنا نؤمن بالصفة أو الفعل أو أيا كان أو الآية القرآنية زي ما هي إلى أن يأتيني ما يصرفني عن المعنى ده. ما جاش خلاص يبقى انا باخد بالظاهر. عندي مثلا ربنا عز وجل يذكر بل يداه مبسوطتان، هنا في اقرار من القران الكريم ان لله عز وجل يد، فيقول لك لا يد مش معناها اليد انما معناها السلطه. زي ما بيقولوا ايه فلان ايده طايله، نقول له كلام جميل، هات لنا ما يصرف المعنى عنده. نفس الكلام دلوقتي الايه واضحه بتقول بل يداه مبسوطتان، لازم تقول لي حاجه تقول لي المقصود بيها مش اليد انما المقصود بيها السلطه والقدره والامور دي. ما عندكش يبقى خلاص يبقى لازم تاخد ظاهر النص. طيب هو برضو هيستفيد ايه؟ هيستفيد ان هو بينكر امر الرزق، لان ربنا عز وجل لما يداه مبسوطتان معناها ان هو سبحانه وتعالى اللي بينفق على الناس بيرزقهم. فلما اقول ربنا عز وجل يداه مش يعني غير مبسوطتان حاشا سبحانه وتعالى، يبقى النهارده الرزق اللي بيجي لي ده مش من ربنا، لأن ربنا ليس له بسط في الرزق، فيبقى أنا بجيب وأنا مجهودي وعرقي وشغلي وكذا 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 والكلام ده كله. فيبقى أنا لما أجي أقول لواحد بقى يعني اتق الله في عملك،
عشان ربنا يبارك لك فيه، يقول لك يا عم هو ربنا بيرزقني اصلا اجيب، نقول له طب طلع زكاة مالك، زكاة مالك عشان ربنا يطهر لك فلوسك، يقول لك يا عم انا اللي بجيب فلوسي مش ربنا اللي بيطهرها لي. طيب هنا دخل في باب ان هو بينكر الزكاة، دخل في باب ان هو بينكر العمل الحرام يكسب فلوسه من حلال ولا حرام، لان هو اللي بيكسبها وما عندوش مشكلة، ربنا مش هيمنع فلوس عنه لان مش ربنا اللي بيرزق. فيبقى برضو نفس القصة، يبقى هو بيتمتع بالحرام ولكن بيزينه بشكل يخليك تتقبله، يبقى هو بينه وبين نفسه حاسس ان انا ما بعملش حاجه غلط، ده الكلام ده مظبوط، بس الناس التانيه دي هي اللي فاهمه غلط. دخلنا بعدها على قلنا له طيب ان ربنا عز وجل مثلا بيذكر لما خلقت بيدي، نقول له طيب انت بتقول اليد معناها القدره، معناها ان ربنا عز وجل له يد، طيب لما خلقت بيدي يعني ايه دي؟ يعني ما يقول لما خلقته خلاص ربنا خلق، انما ايه الفكره؟ لمقدرتي على الخلق. طب ما اقول انا خلقت، يبقى معناها المعنى برضو ما يمشيش، يبقى اذا هنرجع لنفس النقطه، لازم تديني ما يصرف المعنى عن معنى اخر. جينا بعد كده قلنا مثلا تبارك الذي بيده الملك، نفس القصه، يعني هنقول تبارك ربنا سبحانه وتعالى الذي له يد على الملك، طب ما هو اصلا على الملك يبقى له يد عليه، ما هو يعني هو سبحانه وتعالى على العرش استوى خلاص الموضوع خلص. ايه الفكره؟ ان ربنا بيأكد لك ان هو له سيطره على الملك، يبقى اكيد مش بالمعنى ده. جينا بعد كده على صفه النفس اللي هو كتب ربكم على نفسه الرحمه، يقول لك ازاي تقول ان ربنا له نفس؟ طالما له نفس، النفس بتموت والنفس اماره بالسوء والنفس كذا. رجعنا بقى للنقطة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، اللي هي فكرة ايه؟ التعطيل والتشبيه والتمثيل والتكييف. نقول له لا، احنا بنقول ان ربنا الله عز وجل له نفس، لكن مفيش واحد فينا خالص قال ان هي كنفس البشر، لا من قريب ولا من بعيد، مفيش اي حد قال كده. ولو قال كده هنرجع لنفس النقطة، لازم يأتي ما يصرف المعنى ده، يعني لازم الآية تقول كتب عن نفسه الرحمة كنفس الإنسان. فيبقى مثلا كذا، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل له نفس كنفس البشر، لازم كذا، ما جاش حاجه ما تصرف المعنى، يبقى احنا بناخد المعنى على ظاهره وما نقلبش. والقاعده الرئيسيه ان احنا بنحط الاربع امور دول، بنقول النفس مش زي نفس الانسان، الكيف مش معموله كيفيتها مش ككيفيه الانسان، ولا نعلم فعلها لان قلنا احنا لو نعلم يبقى نقدر نعمل زيها، ولا شبه الانسان لان نشبهها بالانسان سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى إذن المشكلة عندك أنت في فهمك، أنت اللي عندك المشكلة دي. طيب هيفرق معايا في إيه برضو لما أعرف الكلام ده؟ هيفرق معايا كلام سيدنا عيسى اللي هو إيه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب الكلام ده يفرق معايا في إيه؟ يفرق معايا إن ربنا عز وجل ما عندوش علم في نفسه، أنكرنا الآية دي، فبالتالي فكرة إن أنا أراقب الله عز وجل، أراقبه ليه؟ ما ربنا ليس له علم في نفسه، ربنا أصلا ما الحاشا سبحانه وتعالى ما يعرفش أنا بعمل إيه، فخلاص أعمل اللي عايزه بقى، ما هو ربنا مش شايفني، عايز أسرق، عايز أشرب خمرة، اللي عايز أعمله أعمله. فيبقى برضه نفس الأمر إن أنا بعمل كده عشان أضل من غير ما أقول إن أنا بضل، برضه بجيبها بشكل كويس. أنت هتلاحظ بقى طول ما إحنا ماشيين كده كل الصفات هي مقصود منها إن أنا عايز أضل، بس أبان قدام الناس إن أنا ما بعملش حاجة حرام. جينا بعد كده لصفة المجيء اللي هو وجاء ربك، يقول لك لا انت فاهم وجاء ربك غلط. ليه يا سيدي؟ يقول لك جاء ربك هنا معناها اللي هو اللي هو ايه، اقول لك المعنى، المحاولة اجيب معنى كده يبقى الناس قريب ليها. جاء امر ربك، امر رب. لا، وفي وجاء ربك والملائكة، يعني هو المقصود هنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا فكرة جاء ربك معناها ان جاء مندوب ربك، فبالتالي يقول لك ما تخافش. ليه يا عم ما تخافش؟ لان القرآن الكريم ذكر ان البشر هم خير من الملائكة ومن الشياطين والانس ومن كل شيء، فيقول لك طالما مش ربنا اللي جاي ايا كان مين اللي هيجي انا هقدر عليه، يعني اعتبر ان انا بعمل يعني اكبر جريمة حصلت في الدنيا، اللي جاي لي ايه؟ واحد اضعف مني، واحد اقل مني، فبالتالي ما عنديش مشكله. يعني اما مثلا ان انا هحاجبه بالدين
واحنا متفقين ان البشر في الدين افضل من غيرهم، هحاجبه بالعلم، هحاجبه بتفضيل ربنا سبحانه وتعالى ليا. فيبقى فكره ان هو يفسرها بمعنى تاني برضه بيوصل معاه لنفس النتيجه، يا جماعه ان انتوا اللي فاهمين غلط، انما انا ما عنديش مشكله ان انا اكون انسان ضال. فمثلا نيجي بعدها نقول له طيب هل ينظرون الا ان ياتيهم الله؟ نقول له ايه رايك، هل ياتيهم الله في ظلم من الغمام؟ يقول لا، ما هو مندوب ربنا سبحانه وتعالى. اقول لك طب ومندوب ربنا سبحانه وتعالى لما يجي، ليه ربنا عز وجل يكرمه هذا الكرم انه يجعل له غمام ياتي له؟ ارسله زي ما ربنا عز وجل بيرسل ملائكه في كل الدنيا، ملائكه بالاكل والشرب والبحار والانهار وكل حاجه، زي ما في جن، زي ما في كل دول بيمشوا. هل انت شفت مثلا نزلت النهارده مثلا من اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا في المسجد بيكون في ملائكه طوافين على الناس، هل وانت في المسجد كده شفت في غمام فوقك وانت في المسجد؟ ساعه ما قلت الله اكبر فجاه لقيت في غمامه فوقك؟ ما حصلش. طيب يبقى هنا لو الكلام ده بيتكلم على مندوب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كان لازم تشوف الموضوع ده. يبقى جاء امره، جاء هل ينظرون الا ياتيهم الله، يبقى ما يجي مندوب ربنا تلاقي كده. طيب الكلام ده ما حصلش، يبقى معناه ان هي مش بتتكلم عن مندوب ربنا خالص. ونرجع تاني لنفس النقطه، ايه اللي خلاك فسرتها للتفسير ده؟ لازم نرجع لنقطه، وده اللي كنا اتكلمنا فيه في اول درس، قلنا مصادر التفسير عشان نتعلم علم العقيده، الكلام ده بناخده منين؟ جينا بعد كده قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، خدوها برضو حاشا سبحانه وتعالى، قال لك ان انتوا كده بتتكلموا عن ربنا بتقللوا من شأنه سبحانه وتعالى. نقول لك ليه يا عم؟ يقول لك يعني هو ربنا هيحط نفسه في مقام البشر، فكأننا ايه، بنصالح ناس على بعض، يعني انا رضيت عنك وانت رضيت عني وبقينا حبايب وبتاع مش عارف ايه. حاشا سبحانه وتعالى، نرجع نقول له نفس النقطه، يا ابن الحلال احنا ما قلناش ان هو زي البشر، ما قلناش رضي الله عنهم كما يرضى الناس عن بعض، ولا قلنا رضوا عنه كما يرضى الناس عن، ما حدش قال كده، لا من قريب ولا من بعيد، انت اللي فهمت المعنى ده. فالمشكله عندك انت، المعاني دي انت اللي بتفهم، انت اللي بتفهمها بالطريقه دي. فقالوا لا، يبقى المعنى مش كده. قلنا لهم امال المعنى ايه؟ قال المعنى ان الثواب اللي هو رضي الله عنه، كلمه راضيه دي معناها اثابه. قلنا له طيب كلام جميل، ورضوا عنه هل معناها الناس ادت ربنا ثواب؟ لو احنا دلوقتي خدنا على كلامك ان كلمه رضا قال لك زي ما انا برضى عن مثلا موظف اعمل حاجه كويسه في الشغل فبدي له مكافاه، فقلنا لك خلاص مفيش مشكله. طيب تكمله الايه ورضوا عنه، هل الناس برضو ادت ثواب ومكافاه لله سبحانه وتعالى؟ حاشا سبحانه وتعالى. يبقى انت التفسير اللي فسرته ده برضو تفسير باطل، لان انت الفته من دماغك. فكل اللي احنا بنقوله ان انت فسر اي تفسير او انقل من معنى لمعنى، ولكن ان يجي حاجه تنقلك من معنى ده للمعنى ده ما جاش، يبقى نقول لك لا، تاخد ظاهر المعنى ما ينفعش تغير فيه. جم في نفس الموضوع تقريبا نفس الفكره، في مثلا يحبهم ويحبونا، نفس الموضوع. لك ازاي يا عم انت برضو، ولا المثل الاعلى بيتعامل برضو نفس القصه، رضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عن يحبهم ويحبونا، يا جماعه الكلام ده بين الناس. نقول له يا ابن الحلال انت المشكله عندك. فقال لك لا، قال لك الحاجه دي معناها ان هي المكافاه المتبادله، ثواب ورد الثواب. فقال له يعني ايه؟ قال يعني انا بحب واحد فبدي له هديه، وهو بيحبني فبيجيب لي هديه، هو مريض بروح ازوره، انا مريض بيجي يزورني عشان في محبه بيننا. فنقول له ولله المثل الاعلى. طيب الناس دي هنفترض جدا على كلامك ان هم ربنا عز وجل حبهم فاداهم كذا اداهم كذا اداهم كذا، الكلام ده هم ردوه ازاي؟ ما قول لي ربنا دلوقتي رزق فلان مثلا بولد عشان ربنا راضي عنه، هم هيردوا الولد ده ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ مفيش حاجه اسمها يرد ولد. طيب فلان كان مريض بمرض ربنا عافي الناس وربنا شفاه، هيرد الشفاء ده ازاي؟ يبقى انت اللي الفت المعنى ده، ملوش اي معنى. يبقى بالتالي حتى المعاني اللي انت بتالفها غير منطقيه. تقول لي طب هو القصه دي كلها ليه اصلا؟ يعني ليه انا الفت التاليفه دي؟ عشان انا مش عايز المعنى الاصلي ده يكون موجود. معنى ان في حاجه ان ربنا عز وجل اسمها يحب العباد الطائعين، لان لو كده هاجي النهارده لقيت بتعمل حاجه اقول لك يا اخي ما تعملش كده عشان ما تدخلش تحت سخط الله عز وجل، فيجي يقول لك لا يا عم انت برضه فاهمين غلط، ده مقصود بيها ان بس ايه في ثواب رايح جاي كده، فانا ما عنديش مشكله لا عايز اخد ولا عايز ادي. فبرضه نرجع لنفس النقطه ان هو عايز يضل، ولكن من غير ما حد يتهمه بالضلال. جينا بعد كده لصفات الغضب،
وغضب الله عليهم ولعنهم، وفي وغضب الله عليه ولعنه. يقول لك يعني ربنا عز وجل أحلى من كده، يعني يقول لك والله المثل الأعلى، مثلا ممكن مدير الشركة يغضب على واحد مثلا موظف وظيفة صغيرة خالص؟ لا مش هيحصل، إنما هيهتم مثلا بالنائب المدير بتاعه، بموظف كبير في الشركة. فيقول لك لما تقول إن ربنا عز وجل غاضب على الناس، معناه أنت كده جعلت الله عز وجل في مكانة زيه زي الناس. نقول له يا سيدي مين برضو اللي فسر لك التفسير الغريب ده؟ هنرجع لنفس النقطة، إن إحنا بنقول لا في تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بمعنى إن إحنا ما قلناش إن ربنا عز وجل بيغضب كغضب البشر. ساعتها أقول لك أه عندك حق، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته يهتم بإن هو يعني يخش زي ما بيقولوا في نزاع كده مع عبد غير ملوش أي قيمة يعني. إنما الكلام مش كده، إنما الكلام معناها إن في أمور ربنا عز وجل أمر بيها، وفي حساب يوم القيامة، وربنا عز وجل هيحاسب الناس. فالغضب بتاعه بتاع ربنا سبحانه وتعالى ليس كغضب البشر نهائي، ولو اي حد فينا قال كده يبقى احنا ناس على باطل، مفيش اي مشكله في كده. هنيجي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. طيب هنقول لك طب تعالى الحديث ده ناخد نفس المعنى. طب هل تتصور ان والله المثل الاعلى برضو نفس كلامك، ان الراجل المدير العام للشركه المدير الاقليمي هيهتم بموظف صغير قوي في شركه ان هو يرضى عنه؟ هو ولا شايفه اصلا، هو ولا عارف مين ده. فبالتالي نفس الموضوع، اشمعنى عقلك تقبل ان ربنا سبحانه وتعالى ازاي يغضب على عبد صغير ويهتم بيه ورفضت ده، وجيت في الناحيه التانيه قلت لا عادي ايه المشكله ربنا يحب عبد برضه كذا كذا كذا؟ فانت عندك خلل في التفكير، ما انت يا تقبل الاثنين يا ترفض الاثنين، يا اما تقول ربنا سبحانه وتعالى من جلاله ان هو العبد ده لا يرضى عنه ولا يسخط عنه لان هو بالنسبه له شيء، او يرضى عنه ويسخط عنه. انت دلوقتي لازم تقول لي حاجه من الاثنين، ما تقولش الجزء الاول وتنكر الثاني، او تقول الثاني وتنكر الاول، لا احنا كده بنلعب. فيبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتالف، كل ده تاليف من دماغك. جينا بعد كده صفة السخط اللي هو ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، نفس الكلام برضو. جينا بعد كده صفة الكراهة، أن ربنا عز وجل يذكر ولكن كره الله بعثهم. فيقول لك المثل الأعلى نفس الموضوع، يقول لك إزاي تقول ربنا كره كذا؟ كره إيه؟ كره ده يبقى أنا زي زيك. نقول له يا ابن الحلال نفس الموضوع، ما هو فيش تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، احنا ما قلناش ربنا بيكره زيه زينا. والله المثل الاعلى، لما اقول مثلا النهارده انا كطبيب قاعد مع دكاتره وعندنا حاله وبنشوف نعمل ايه في الحاله دي، الحاله دي محتاجه عمليه، فانا عرضت رايي وانا لسه دكتور صغير مثلا، فجه الرئيس القسم كره الراي بتاعي، دي حاجه، وانا كاب كرهت اللعبه الولد لانه كسر اللعبه، وجيت انا مع واحد زميلي في المدرسه كرهته عشان خد مني السندوتشات، كل دي اسمها كره. بس كره الدكتور غير كره الاب غير كره الطفل غير كره كذا غير كذا غير كذا غير كذا، غير انت العربيه بتاعتك كل شويه بتعطل فكرهت العربيه غير كذا، كل ده مختلف. فاذا كان عقلك متقبل ان فكره الكره دي في الدنيا تختلف، الواحد بيكره حاجه جامده زي العربيه، او بيكره مدير في الشغل، او بيكره مراته او ابنه او اخته او زميله في المدرسه، او الكلام ده كله انت متقبله، وجيت في النقطه دي تقول ازاي يبقى كذا؟ ده طالما كره زينا يبقى مرفوض، يعني انت متقبل ان في انواع من الكره بين البشر، وجيت عند ربنا سبحانه وتعالى لما قلت لك ان هو يكره كره غير البشر قلت ازاي؟ طب ما انت عندك اهو 100 نوع موجود وانت شايفه بعينك، يبقى انت بناء عليه ما ينفعش تقول ان ده زي فعل البشر وبالتالي نرفضه. بعد كده عندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب قل لي دي معناها إيه؟ حديث صحيح. لو خدنا الموضوع برضو بنفس الفكرة، إن إزاي تقوله إن ربنا عز وجل بيكره كالبشر. طيب الحديث هنا لما تيجي تبص، إن الله كره لكم قيل وقال، طيب ما في حاجة تانية بتحصل دي ما جاتش؟ يعني مثلا في بعض الناس بيكرهوا فلان للامر الفلاني العباده الفلانيه، لو كان الموضوع عشان البشر كان لازم نلاقي الحديث ده
في امور لا تنتهي. الحديث ده يكون يعني ملوش اخر. ليه؟ لان انت عايز تقول ان ربنا عز وجل حاشا سبحانه وتعالى زي البشر، فبيبقى بيكره كل ما يكرهه البشر، فيبقى الحديث ده بيبقى فيه وفيه 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 وفيه، تقعد تذكر كل الامور اللي البشر بيكرهوها، لان خلاص انت قلت ان ربنا سبحانه وتعالى زي البشر. انما كون ان الحديث حدد نقطه 2 3 4 يبقى معناها ان الله عز وجل مختلف تماما عن البشر، وده اللي ربنا ذكره ليس كمثله شيء. فيبقى كل الامور اللي فاتت دي بنقول اولا مشكلتها ان في تفسير هو اللي بيالف، الشخص هو اللي بيالف التفسير ده. الامر الثاني ان هو بيالف التفسير ده عشان هو عايز يعيش على ضلال معين من غير ما يحس ان هو في بيعمل حاجه غلط، ولا المجتمع ينتقده ولا يرفضه ولا ينكره. عايز ناس تشاركه في الضلال ده فيقول لهم ده مش ضلال، تعالوا معايا، ده انا بعمل حاجه كويسه وكل حاجه. وده سبحان الله كان دأب حتى الاقوام السابقه على عهد الانبياء، كانوا برضو بيعملوا امور من الضلال ويحاولوا ينسبوها ان هي نوع من العباده وتقربنا الى الله زلفى، وغيره وغيره من الامور دي. يبقى احنا امرنا مع الصفات دي زي ما احنا بنقول ان احنا بنؤمن بيها كما هي الى ان ياتي ما يصرفني عن المعنى الرئيسي. طالما لم يأتيني ما يصرفني عن المعنى الرئيسي، أنا بأؤمن بها كما نزلت من الله عز وجل أو كما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي زي ما هي لحد ما يأتيني ما يغير هذا المعنى. في برضو لو نكمل بقية الصفات، في مثلا صفة بقى العجب، بل عجبت ويسخرون. في مثلا صفة الضحك، إن الله عز وجل يضحك إلى عبده. في صفة إن ربنا عز وجل استوى على العرش، إنه على العرش، ودي طبعا من الكوارث اللي بيعملوها أهل التعطيل، إن هم بيقولوا استوى معناها استولى، نقول له يعني إيه؟ يقول يعني إن الله عز وجل خلق الكون في 6 أيام وكذا 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 ثم استولى على العرش. طيب الكلام ده كارثة في إيه؟ كارثة في أكتر من حاجة. ما هو أنت لما تقول واحد استولى على حاجة معناها إن هي كانت مع حد تاني، فمعناها إن كان في إله تاني موجود وربنا عز وجل نزعه على السلطه وخدها منه. فدي مشكله ان انت بتقول ان في اكتر من اله اصلا، فدي كارثه. الامر الثاني ان انت بتقول ان الله عز وجل في ال6 أيام كان بيدير انشاء الكون، وكان ربنا عز وجل قدرته تجعله غير قادر على انه بامره سبحانه وتعالى كل شيء يحصل. لا، ده انت خليت ربنا سبحانه وتعالى ولله مثل اعلى زي المهندس المشرف على حاجه. ربنا عز وجل ساب الكرسي العرش سبحانه وتعالى وساب منصبه كإله ووقف يشوف الكون بيحصل فيه ايه، وده تفكير يعني انسان في منتهى السذاجه. طيب تقول لي طب هو ليه عايز يعتقد بالامر ده؟ اقول لك هيعتقد ليه، عشان هو في امور النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في اثناء بناء الارض هو الشخص ده عايز ينكرها عن ربنا سبحانه وتعالى. طب هو هينكرها ازاي؟ ان هو يقول ان في الوقت ده كان في اله غير الله سبحانه وتعالى، لان الاله ده كان موجود، وان ربنا عز وجل بعد ان انتهى من تسطيح الأرض وأنشائها والبحار والأنهار والجبال وكل شيء راح استولى على الحكم من هذا الشخص، يبقى الفترة دي ما كانش ربنا اللي بيحكم فيها. فبالتالي اللي حصل الفترة دي 1 2 3 4 أنا كإنسان أنا غير ملزم بيه، لأن أنا الإله اللي بعبده ما كانش موجود ساعتها، فدي تبقى كارثة. الحاجة التانية إن إحنا يقيننا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى أنه على عرشه سبحانه وتعالى دائماً من أزل الكون إلى ما لا نهاية. فما أجي النهاردة أقول طب ده الإله كان فترة ما كانش بيسيطر على الكون، طب ما ممكن بكرة يجي إله تاني ينزعه في السلطة ويشاخدها منه، طالما الموضوع خلاص إن في آلهة بتتصارع زي ما كان في إله الأول وجي إله تاني خده منه، بكرة يجي إله تالت ياخدها، بكرة إله رابع. فده يعمل لي مشكلة في الإيمان. ليه؟ يقول لك طب أنا أعبد مين دلوقتي؟ أعبد ده ولا ده؟ أنا ما أعرفش. طب أنا هاجي يوم القيامة مين اللي هيحاسبني؟ الاله اللي انا بعبده دلوقتي؟ طب ما انا ممكن على يوم القيامه الاقي فيه اله تاني. فيخلي عندك مشكله ان انت مش عارف تعبد مين، تعبد ايه. فيقول لك خلاص انت ايه تعمل ايه؟ ريح دماغك ما تعبدش حد، خليك ملحد. ليه؟ يقول لك ما هو اصلا هو في اله، ما انا مش ضامن، ما انا كان قبل كده في اله ودلوقتي في اله وبكره في اله تاني وبعد في اله رابع، فانا هفضل طول عمري معذب نفسي بقى اللي هو غض بصرك وما تسرقش وما تعملش وما اعرفش ايه، واجي يوم القيامه اتفاجئ ان في اله تاني اصلا. طب ليه بقى؟ طب ما انا عايش حياتي وابسط وخلاص كل شيء بقى كل سنه طيب يعني. فدي بتبقى من الامور الكارثيه اللي بتحصل عندنا. مثلا صفه ان الله عز وجل سميع بصير، نفس الموضوع برضو بينكر هذه الصفه
عشان يقول أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ما يفعله هذا العبد، فأعمل اللي أنا عايزه. جينا بعد كده صفة العلو من الله عز وجل، طبعا هو في السماء سبحانه وتعالى على العرش استوى. جينا كمان جينا بعد كده معنى ان الله عز وجل في السماء، ده ناس كتير بيجي عندها كذا معنى في الامر ده. ازاي؟ احنا مؤمنين كمسلمين ان الله عز وجل في السماء، وده يعني ادل عليه كتير. ابسطها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الجاريه اين الله، قال في السماء، قال فاعتقها فانها مؤمنه، وغيره وغيره من الامور يعني. لكن في بعض المفاهيم الخاطئه، في واحد يقول لك والله ان الله عز وجل هو في السماء وفي كل الكون، بمعنى ان هو سبحانه وتعالى لانه خارق، يعني خارج ادراك البشر، فهو سبحانه وتعالى قادر انه يكون في الكون كله، في السبع سماوات والسبع اراضين وكذا وكذا، فربنا عز وجل في كل شيء في كل مكان بما فيهم السماء. نقول له طيب ما هنا في مشكله. ليه في مشكله؟ اولا انت بتقلل من قدر ربنا سبحانه وتعالى، لان الكون كله غير طيب غير طاهر. على سبيل المثال، ولا المساله على حاشا سبحانه وتعالى، مثلا اماكن الخلاء، ازاي تقول ان ربنا عز وجل موجود في مكان زي ده؟ يعني هل ينفع واحد طبيعي انسان مسلم عاقل يقول ان ربنا عز وجل موجود في بلاعه؟ ما ينفعش طبعا. اعبده ليه؟ يعني ده اله يعبد؟ دي تبقى كارثه. فيبقى فكره انت تتوهم الفعل ده ما ينفعش. لما تقول مثلا ان الله عز وجل ذكر بعض الامور زي الاسواق انها اشر اماكن الناس، ده اكتر مكان فيه شر، فتقول ان ربنا عز وجل بنفسه موجود في الشر ده، وخاصة ان احنا بنتكلم ان الله عز وجل هو ازلي في حكمه سبحانه وتعالى، يعني هو في المكان ده الى ابد الابدين. فما تقول ان ربنا عز وجل عمره كله كان في مكان اعزكم الله، قذر او في سوق او في كذا او في كذا، انت بتنسب الله عز وجل فحش عظيم. الامر الثاني ان انت بتنقص من قدر ربنا سبحانه وتعالى في قدرته. ليه؟ ما هو انا فعلا انا كعبد الرحمن مثلا لو انا حابب اراقب السوق بعمل ايه؟ بروح اقف وسط السوق اراقبه. طيب عادي، لما تيجي تقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى حاشاه يعني يريد ان يراقب السوق، فبرضه نزل يقف في وسط السوق عشان يراقب، طب ما كده بقيت انا زي ربنا. نفس الفعل. ايه الفرق بيني وبين الله عز وجل؟ ان انا عايز اروح اشوف مثلا العقد بتاع مثلا بيع العربيه دي، فبروح عشان اشوف العقد بنفسي واشوف البنود اللي فيه والبايع والشاري وكل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى برضه يريد ان يشوف العقد ده حلال ولا حرام، ربا ولا غيره، فراح برضه يشوف الموضوع. يبقى انت كده خلاص، انت بتقول الاله ده زيه زي، فيبقى انت بالتالي ازاي بتعبد اله هو زيه زيك؟ انما انا من ايماني بالله سبحانه وتعالى انه في السماء وبقدرته سبحانه وتعالى بيدير كل شيء، يعلم كل شيء، وده انت على المستوى البشري متقبله. يعني الشركات المالتي ناشونال مثلا هي بتبقى ايه؟ تبقى مقر واحد موجود مثلا في اي دولة اوروبية، في امريكا، في غيره، والمدير ده قاعد وبيدير العالم كله ومكتبه، زي شركات مثلا تويتر، زي يوتيوب، زي فيسبوك، زي علي بابا، زي امازون، كل الكلام ده. هل المدير بيقعد يلف العالم كله على المقرات بتاعته ولا اي حاجة؟ ده هو قاعد في مكتبه زي ما هو وبيدير العالم كله. فاذا كان انت متقبل ده لشخص لا تتقبله الى الله عز وجل، فيبقى انت اصلا كده بتنتقص من حق الله عز وجل، تنتقص وجوده في اماكن غير تليق بالله عز وجل، تنتقص من قدرته، فيبقى انت كده بتعمل مصيبه، انت كده بتعمل كارثه. تخيل مثلا الحشايا يعني سبحانه وتعالى ان هو موجود مثلا في مكان زي ما بيحصل كل يوم، حصل حريقه، مع ان انت بتقول ان الله عز وجل في المكان ده، يبقى الله عز وجل يحترق الان. طيب ينفع واحد مسلم يعتقد الاعتقاد ده؟ فيبقى فكره انت تقول ان ربنا في كل مكان وربنا ما اعرفش ايه والكلام ده، لا، ده ما ينفعش، ده اعتقاد فاسد. جينا بعد كده على صفة كلام الله عز وجل، زي ما ربنا ذكر أنه كلم موسى تكليما، زي مثلا قول الله عز وجل عن بعض المؤمنين منهم من كلم الله، زي مثلا وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وغيره وغيره من الآيات اللي بتتكلم عن
صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وبرضو نفس الأمر بنقول إنه ليس ككلام البشر. وده حتى اللي حصل في أمر سيدنا موسى لما ناداه ربه فأجابه استثناء بالصوت. يعني إيه؟ يعني سيدنا موسى بيتكلم وفي رسالة بتجيله، فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. يبقى ده لو صوت زي البشر يبقى المفروض يحصل إيه؟ إن المثل الأعلى إن يكون صاحب الصوت موجود، إن أنا بتكلم معاك فأنا قدامك بتسمعني. ولكن سيدنا موسى أقر أنه سمع الله عز وجل ولكنه لم يرى سبحانه وتعالى. جينا بعد كده فكرة بقى، في حاجة كان اسمها فتنة خلق القرآن. ايه ببساطة فتنة خلق القرآن دي؟ احنا لو حضراتكم تتذكروا معانا المرة اللي فاتت قلنا ان فيه صفات الله عز وجل هي معه سبحانه وتعالى وقتما شاء، يستخدمها سبحانه وتعالى وقتما شاء، وفي صفات معه دائما. تمام؟ يعني قلنا مثلا صفة اليد هي مع الله عز وجل، فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. فقلنا النهاردة جم قالوا والله صفة الكلام دي صفة غير ذاتية، بل هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. طيب ايه المشكلة ان هم قالوا ان هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل؟ المشكلة في اكتر من حاجة، ان احنا كمسلمين عقيدتنا الثابتة ان مفيش مخلوق هو كامل بنسبة 100%. وإلا لو هو كامل بنسبة 100%، طب إيه الفرق بينه وبين خالق؟ لو أنت ما عندكش خطأ وبتعرف كل حاجة وكل حاجة الدنيا تمام، يبقى بالتالي أنت زي الخالق. إنما لأ، أنت مش بنسبة 100% بدليل إن أنت محتاج أمور جنبك في الكون عشان تقدر تعيش. فعلى سبيل المثال مثلا أنت عايز تتكاثر، فالراجل محتاج الست والست محتاج الراجل. عايز تعيش ومحتاج الهواء اللي ربنا عز وجل وضعه في الكون. عايز تشرب محتاج البحار اللي ربنا أنزلها، وغيره وغيره وغيره. فأنت محتاج. فلما تيجي تقول إن كلام الله عز وجل هو مخلوق، يبقى بالتالي الكلام ده هو ناقص ويحتاج إلى من يكمله عشان يستمر. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان يظل موجود ليوم القيامة لازم حاجة تكمله. طيب حاجة تكمله ده اللي هي إيه؟ اللي هي إحنا. وخلاص ما ربنا عز وجل وقال لي مثلا على الرسالة اللي عنده أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي وخلاص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكل الصحابة أقروا أن الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جانب ربنا سبحانه وتعالى خلاص ما عادش فيه كلام هيجي من ربنا. يبقى الكلام اللي هيكون يعني ناقص ومحتاجين نحن نكمله هيبقى منين؟ مننا احنا. يبقى بالتالي أن أنا بقول أن أنا ليا الحق كبشر أن أنا أضيف في القرآن الكريم، أضيف في الأحاديث القدسية. ليه؟ لأن احنا متفقين أي مخلوق هو ناقص. الحاجة الثانية أن احنا موقنين أن كل المخلوقات هي ستموت، كله إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الخالق. فمعنى أننا نقول أن الله عز وجل كلامه مخلوق، يبقى الكلام ده في وقت من الوقت هيموت. طيب لما الكلام ده يموت الناس هتعوض ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ ده هو الكلام اللي ربنا عز وجل أنزله وأمر الناس أن تعبدوا به، الكلام ده مات، مات يعني خلاص ما عادش موجود. فيبقى الوقت إحنا عندنا مشكلتين، مشكلة أن أنا الكلام ده هو ناقص أنا بأكمله، وأن الكلام ده هيجي له وقت ويموت فمش هيبقى موجود. فعشان كده حصلت فتنة كبرى اسمها فتنة اللي هي فتنة خلق القرآن. واللي حصل فيها بقى أن كتير من العلماء المسلمين أوذوا وقتلوا. الإمام أحمد رحمة الله عليه هو اللي رفض الأمر ده وقال يعني لو قطعت قربا أنا مش هقبل الموضوع ده، لأنه خلاص عرف قبول بالموضوع ده أن الإسلام انتهى، خلاص ما عادش فيه إسلام، لأن إحنا هنألف قرآن وهنلغي آيات ونقول لي الآية دي ماتت والآية دي حصل كذا، خلاص ما عادش فيه دين بقى، يعني فيش قرآن فما فيش إسلام. فقلنا لكم إن هيبقى فيه مشكلة في الكلام ده. إيه المشكلة؟ مشكلة في مشاكل كتير مش مشكلة واحدة. مشكلة هنقول طيب الوقت هنفترض جدلا إن كلامكم مظبوط، طيب الكلام الناقص ده مين اللي يكمله؟ احنا عايزين واحد هو اللي يكمل الكلام ده، فانا احط نص من عندي. طب ليه ما تحطش انت نص من عندك؟ طب ليه فلان ما يحطش هو؟ يعني ايه المعيار اللي يخلينا ناخد نص فلان وما ناخدش نص فلان؟ مفيش اي حاجه. يبقى بالتالي ممكن احنا النهارده مثلا عدد المسلمين حوالي 2 مليار، ممكن عندنا 2 مليار مصحف، كل واحد بيحط ايام دماغه،
وال2 مليار هيتولد مثلا السنة الجاية 100 مليون، واللي بعدها معرفش ايه، اي كلام بهبل بقى. والايات اللي ماتت برضو نفس الموضوع، ايه المعيار اللي يقول الايه دي ماتت ودي ما ماتتش؟ فبالتالي اي هبل، انا هقول الايه دي ماتت فالغيه. في ايه مثلا ربنا عز وجل كتب علينا الصيام، الايه دي يا جماعه ماتت خلاص ما عادش في صيام. الايه في ايه بتقول اقيموا الصلاه، الايه دي ماتت ما عادش في صلاه. مين المعيار؟ مفيش معيار. هنيجي يوم القيامه نحاسب. طيب انا هحاسب على ايه؟ انا ما اعرفش، هو ربنا كتب عليا الصلاه لحد ايه الصلاه ماتت. طيب آية الصلاة ماتت وأنا عندي 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، لأن هي طول ما هي موجودة أنا مؤمن بيها ومكتوب عليا إن أعملها. ماتت خلاص ما عليهاش حاجة. طب ما أنا مش عارف حاجة، وبناء على إيه أعرف؟ فكله كلام تخريف، هو كلام لهدم الدين. وكان الهدف بقى من اللي بينادي بموضوع التأويل، في آسف، بينادوا بفتنة خلق القرآن، إن هما كانوا يريدوا إن هما يعني يديروا الدولة بأهواهم. هو عايز بقى يمسك هو الحكم، طبعا ما سمحلوش، فقال خلاص الحاكم هو يمسك، والحاكم كان بيرجع لأهل العلم، فهم بقى يفتولوا بالفتاوى اللي تريحهم هم. يعني بقى مثلا عايزين يلموا فلوس، يقولوا والله الآية بتاعت الفقراء والضعفاء دي ماتت، وجي آية مكانها مثلا إن الفلوس تروح للشيوخ، فخلاص العالم بتاعنا قال كذا، فيبتدوا هم يلموا فلوس وغيره بقى، ابتدى الفساد ده يطلع. ابتدى مثلا ممكن واحد دولة مثلا عايزه تحتل بلد، فيروحوا الواحد من دول يدوا له فلوس ويقول له روح للحاكم بتاعك قول له دلوقتي ان الايه بتاعت ان ربنا عز وجل انزل الاسلام للكون كله اتغيرت وبقت للبلاد اللي فيها مسلمين بس. اي كلام بقى، اي تهريج يعني. فعشان كده الامام احمد رحمه الله عليه رفض الامر ده وقال لو هموت فيه، لان ده الدين انتهى. جينا من ناس تانية اسمهم الأشعرية، الأشعرية دول بقى قالوا حاجة تانية، قالوا إن ربنا عز وجل خلق القرآن ولكنه لن يميته إلا يوم القيامة، زي مثلا ملك الموت وغيره وغير من الأمور دي. نقول له طيب كلام جميل، يبقى أنت كده جبت نص الموضوع والنص ما جاش. أنت قلت مش هيموت إلا يوم القيامة، خلاص يبقى هو القرآن معانا ليوم القيامة، بس رجعنا لنفس النقطة إن هو مخلوق، فالمخلوق ده مين اللي هيكمله؟ نفس المشكلة. يبقى احنا عندنا مشكله دلوقتي برضو في الكلام بتاع الاشعريه، ويبقى برضو نفس القصه نفس المدخل، ان انا عايز اضيف للقران الكريم من عندي، فبقول الامر ده موجود. بعد كده طيب انا بتهيألي كده احنا طولنا قوي، حلو قوي كده يعني، نكتفي بكده ان شاء الله. حضرتكم معانا ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس، ممكن حضرتك تلقي نظرة بس على الشات اللي في الروم؟ معلش اصلا انا كنت فاتح الكتاب فما شفتش حاجة. ماشي تمام. ما انا بقول لحضرتك يا استاذه فاتيحه، بقول لحضرتك اللي طلع الفكر ده ان في ناس تريد ان هي تعمل بعض الذنوب ولكن مش عايزه المجتمع ينكر عليها. يعني مثلا حضرتك يعني حشاكي يعني سبحان الله، ان انت عايز تشربي خمره مثلا قدام الناس، فاي حد هيشوفك يقول لك ازاي تشربي خمره ما اعرفش ايه، فانت عايز تثبتي ان الخمره دي ما فيش فيها مشكله، عشان بعد كده لما تيجي تعملي الموضوع ده قدام الناس ما حدش ينكر عليك حاجه زي دي. فجات الفكره من كده ان هو يقول كل الامور اللي هتنكر عليا احاول الغيها، احاول اقول ان هي مش موجوده، احاول اقول ليها معنى غير اللي انتوا فاهمينه، بحيث يعمل بعد كده الحاجه اللي هو عايز يعملها ما يبقاش عنده مشكله. تمام. هو في اسئله تانيه يا استاذه؟ انا مش شايف حاجه تانيه عشان غير السؤال ده. تمام. لا هو كان سؤال الأستاذ فاتح تقريبا. أستاذ مش أستاذ، أنا آسف والله معلش. لا أنا بقول لحضرتك هما بيقولوا كده، أنا ما قلتش هو هيموت، أنا بقول لك هما بيزعموا إن ده اللي هيحصل. يعني بقول لك إحنا عندنا فريقين، فريقين بيقولوا
ان هو هنكمل القرآن وانه سيموت في الدنيا، وفريق بيقول لا احنا هنكمله ولكن لن يموت الا في الآخرة، والاثنين على باطل، ده على باطل وده على باطل، احنا بننكر ده وننكر ده.